بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحلقة دي هنكمل مع بعضنا اللي حصل لما عرفت النتيجة، نتيجة الثانوية العامة. أنا زي ما قلت تركت أصحابي وتركت أخويا اللي كان واخدني على عجلة قدامه، وطلعت أجري ناحية بيتنا، وكانت وجهتي وتركيزي كله منصب على واحدة بس عايز أفرحها، هي والدتي. كنت بطوي الأرض، أخدت المسافة جري، شوفي يعني ما بين إيه سنترال طنطا واللي بعد كوبري الأرخي، المسافة تقريبا كيلو، أخدتها جري بدون توقف، لدرجة إن أنا سبقت أخويا وهو راكب العجلة. تخيلوا السرعة اللي انا بجري بيها كانت عامله ازاي. وجريت ناحيه البيت في الوقت اللي كان اخويا عدى على الورشه بتاعه والدي علشان يبلغوا بالنتيجه. وصلت البيت، كانوا نساء اسرتنا السته، اخواتي البنات الخمسه وامي كانوا منتظرين. و أول ما دخلت قلت لوالدتي نجحت يا ماما وجبت كذا، وهدخل الطب زي ما أنت كنت عايزة. وإذا بالزراغيث تنطلق من نساء البيت وتحول الموقف لبهجة وسعادة إحنا كنا منتظرينها بعد سلسلة طويلة من الآلام كان عايشين فيها. زغاريت، وكانت أجمل زغرودة اللي سمعتها من أمي. كانت أمي بتعمل حاجة غريبة أوي، كانت بتضحك وتعيط في نفس الوقت. يعني أنا أول مرة ساعتها أشوف الإيه، يعني أمي كانت بتضحك بتضحك والدموع نازلة من عينيها، مبقتش فاهم إزاي، بس إيه يعني ده كان جهازها العصبي السمساوي شغال بكل ايه بكل طاقته. تحول منزلنا لساحه افراح كبيره، الزغاريد من كل مكان، من نساء البيت ومن من نساء الجيران والاقارب. كنت طبعا يعني انا كنت يعني بصفه خاصه اللي هو الولد اللي كانوا رامين طوبته الان ما بقاش، اصبح يعني مصدر من مصادر السعاده بتاعته. ثواني ودخل والدي، اخويا فات على والدي في الورشه وجابه، ووردي جه يجري، جه يتاكد الاول الخبر صحيح. لما سمع الزغاريد وكده وسالنا وتاكد ان الخبر صحيح، ابويا قعد على درجات السلم بتاعه باب الشقه، قعد عليها وقعد يعيط. يعني ايه يعني بلغ بدرجة الفرحة، بدأ يعيط من الفرحة. والدي بيبكي لأن ده تاني واحد من أولاده اللي ينجح للوصول لكلية الطب اللي هي حلم كل أسرة في ذلك الزمان. سبقتني بسنة أختي الأكبر مني اللي هي صديقتي الصدوقة دكتورة إيمان، سبقتني بسنة وأنا جيت وراها على طول. عاشت أسرتنا من الأفراح اللي فترة يعني فترة معقولة، ملناش سيرة غير الثانوية، وده جاب كلام الأسرة المصرية المعروفة. وصارت والدتي حققت الحلم اللي كان نفسها فيه، وصارت تفتخر أمام الجيران، أنا ابني في كلية الطب، أنا بنتي في كلية الطب. وده كان إذانا بعهد جديد انتقلت فيه أسرتنا
البسيطة المتواضعة الحال علشان تاخد مكان لها في شريحة جديدة من شرائح المجتمع. لكن ده ما كانش هيحصل إلا لما نمر بحدث مؤلم. الحدث ده كان مرتبط بأول أيامي في كلية الطب. كطبيعة الدنيا ما بتستقرش على حال، هكذا صارت أحوال أسرتي، يوم أحزان ويوم أفراح، ما يبتديش يوم حلو إلا وراه يوم حزين، وهكذا كان الحال ماشي بينا، مش أسرتي لوحدها، وجميع الأسر المصرية والعربية والدنيا كلها. حياة الإنسان هي سلسلة من الابتلاءات كالأعواد الحصير، عارفين الحصير اللي هو الحصر ده عبارة عن أعواد جنب بعوض، يعني إيه مرتفع وإيه مكانه منخفض، هكذا الابتلاءات، نطلع من ابتلاء نريح شوية نخش في ابتلاء تاني، كل حاجة كلها سلسلة متواصلة من الابتلاءات. انتهت الأيام العرس بتاعنا، وربنا سبحانه وتعالى كلل مجهود الأسرة وصبرها الطيب بنجاح جميل أحرزته، وقمت بتقديم أوراقي لمكتب تنسيق القبول في الجامعات، وجت النتيجة برسالة في جواب تخبرني إن أنا تم قبولي في كلية طب طنطا. رحت الكلية ادوني جواب الإجراءات الطبيعية تعمل الكشف الطبي، قمت بالكشف الطبي عملته واشتريت مستلزمات الدراسة، وفي أول يوم رحت القسم شؤون الطلاب علشان أستخرج بطاقة الكلية ومعرفة جدول الحضور زي أنا وزملائي بقى اللي إيه من الفريق المنضم لكلية الطب. وقفت على مكتب الموظفة، قالت لي اسمك إيه؟ قلت لها اسمي فلان. بعد قالت لي طيب، قلت لها والله أنا عايز إيه؟ يعني زي زملائي بقى، عاوز إيه؟ أطلع الكارنيه وكده عشان أمشي بقى في الإجراءات وأعرف أنا منتسب لأي مجموعة. الموظفة فحصت سجلات الأسماء عدة مرات، هي قاعدة تفحص وتقلب وتجيب الورق يمين شمال، وأنا ذكريات سنة أولى إعدادي لما اسمي ما كانش موجود بدأ إيه يعني إيه تناوشني، وبدأ قلبي يدق. تذكرت الموقف، بدأت أخاف، ده معقولة؟ مش لا بس إيه، المرة دي الوضع مختلف. قالت لي اسمك مش موجود في الكشوفات. قلت لها ازاي يعني مش موجود ازاي؟ اكيد في حاجة غلط عندك. الموظفة دي كانت موظفة مبتدئة وكانت يعني عنيفة شوية، هي دلوقتي خلاص تقريبا طلعت، كانت من سننا احنا وقتها وطلعت بعد كده بقينا اصدقاء، لكن وقتها كانت موظفة غليظة جدا يعني. فبقول لها ازاي اكيد في حاجة غلط، زي اسم مش موجود، انا معايا الجواب اهو، طلعت لها الجواب بتاع الترشيح. قالت لي انت متاكد ان انت اتقبلت عندنا في الكليه؟ قلت لها الجواب اهو، وريتها الجواب. فرح جايه فتحت ملف تاني، قالت قلت لي بقى انت يا سيدي يعني القيد بتاعك موقوف لان انت غير لائق طبيا للقبول بالكليه. قلت لها مش فاهم يعني ايه؟ قالت لي انا ما وانا مالي وانا مش فاهم، انا انت ما تنفعش نفس اللفظ كده، ما تنفعش صحيا تدخل الكليه عندنا. روح اسال شوف ايه اتعملت ايه ولا ايه عملوا معاك ايه في الكشف الطبي. بقى بعد كل ده وغير لائق طبيا، طبعا يعني هي كانت موظفه لسه جديده، مفروض غير لائق طبيا ده هي مش كلية حربية، هو مفروض الكشف الطبي بيكشفه على الأمراض المعدية وإلى آخره، مش اللياقة بمعنى اللياقة الجسدية، لا. لكن الصيغة اللي قلت بيها أنا فهمت منها إن أنا صحيا أو بدنيا ما أقدرش أستحمل مجهود الطب، إزاي أنا بلعب كورة ويعني وبمشي وذاكرت أنا. قالت لي كده أصابني فعلا حالة من الرعب والإحباط الشديد. قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت لي روح اللجنه الطبيه اللي سقطتها في الكشف واسالهم هم سقطوك ليه؟ الحقيقه انا رجعت البيت
نفس الإحساس اللي شفته في أولى إعدادي لما اللي اتأخرت عن التقديم والناظر ما كانش عاوز يلحقني بالمدرسة وكان عايز يعيدني السنة، نفس إحساس الحسرة ديت والألم جالي، فروحت البيت محبط. أنا أتذكر والدتي وخالتي لما قلت لهم الخبر ده، قلت لهم سقطوني في الكشف قالوا لي أنا غير لائق، شفتهم وما بيبكم. يعني أنا أتذكر خالتي بالذات وهي قعدت تبكي بنواح، يعني اللي هو يعني بيقولوه نساء الطبقات الشعبية، يعني يا عيني يا ابن أختي حظك، مش عارف كلام اللي هو إيه يعني بيتقال ده، ما كانش مناسب طبعا. أنا صبرت لحد الصبح. تاني يوم خدت بعضي ورحت المكتب اللجنة الطبية اللي كشفت عليا، راجعوا أوراقي قالوا لي روح لمستشفى الصدر، صدر طنطا اللي هي جنب العيادة الشاملة، وشوف قابل المدير واعرف هم سقطوك ليه في الكشف الطبي. قابلت مدير المستشفى، كان دكتور لطيف كبير في السن وكان جميل ومهذب جدا. قال لي ايه يا ابني مشكلتك؟ حكيت له، قال لي طب ممكن تقلع هدومك اشوفك؟ قلعت له هدومه وشافني، سألني عن التاريخ المرضي وسألني عن الانحناء اللي في ظهري ده سببه ايه، فشرحت له ان ده، جبت له بقى تقارير الدكاترة اللي قبل كده ان ده بسبب مشاكل شلل الاطفال والى اخره. قال لي يعني انت ما عندكش ضرر قبل كده؟ قلت له لا انا عمري ما، ده بسبب شلل الاطفال، عامل لي الكلام ده يعني ايه؟ فالراجل يعني اعتذر لي جدا، قال لي معلش يا ابني احنا حريصين ان احنا نستبعد حالات الضرر الى السل يعني علشان ده مرض معدي، لكن ايه انت يعني حالة مختلفة، صحيح مش كتيرة لكن اعذرنا ان احنا كنا قاسيين معاك، متأسفين. وقال يا سيدي جواب لائق اهوت، وكتب لي لائق طبيا، كتب لي خالي من الضرر ولائق طبيا. ف الجواب قال لي ما تقلقش خلاص انت، انا خدته منه بالايد ما استنيتش ان هم يبعتوه، خدته ورحت وديته للايه ايه الكليه. الحادثه ديت لفتت نظري لحقيقه اصابتني بالام نفسيه يعني اوجعتني، لفتت نظري ان حالتي ما كانتش يعني واسعه الانتشار، يعني كنت انا تقريبا من افراد قلائل في المجتمع اللي بيعانوا من هذا المرض. طبعا ده يعني ألمني شوية، لكن فرحت ان انا ايه ان انا لائق طبيا وما عنديش مرض معدي، قلت الحمد لله. يعني ايه ده في حد ذاته كان مكسب. استخرجت الكرنيه بتاع الكلية وعرفت المجموعة بتاعتي. توزيع بقى الطلاب ما كانش على حسب التفوق زي فصل المتفوقين بتاع الثانوي الاعدادي، لا توزيع الطلاب كان ابجدي، لان كل الطلاب المقدمين هم طلاب متفوقه، فيعني اقل واحد كان جايب 89 ولا 87%، فكل الطلبه يعني ايه في الرينج ده. وبدات سباق ماراثوني مع مجموعة من أفضل الطلاب وأكثرهم ذكاء، ليس من مدارس طنطا فحسب بل من جميع مدارس مدن المحافظات السبعة. بدأنا السباق الماراثوني علشان التفوق في الكلية. هنا أنا عايز بس أقف وقفة قصيرة وأعود بعد كده أكمل بقية القصة. هي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر من خلال أسرتنا البسيطة. أنا بحكي ده ليه؟ بحكي ده أولا أنا بوثق لتاريخ بحكي فيه شكل البلد كان عامل ازاي اجتماعيا واسريا من خلال اسرتنا كنموذج
للأسر المتوسطة. كنا ننتمي للطبقة المتوسطة البسيطة قوي يعني، اللي تتكون منها غالب الأسر المصرية. والدي كان بيعمل ميكانيكي لتصليح السيارات، كان من مواليد سنة 26. والده كان راجل بيشتغل تاجر قطن، كان راجل ثري. وجده كان الشيخ محمد عبد الرازق، كان محفظ قرآن وإمام لزاوية دينية في حي القرشين. جدي اللي هو أبو والدي دخل والدي معهد طنطا الديني علشان يصبح شيخ أزهري. أتم دراسته الابتدائية وحفظ القرآن كله وعنده 11 سنة، وترشح للقبول للمرحلة الإعدادية في معهد طنطا الأزهري اللي هو كان قدام المحطة. لكن حادثة حصلت له، يعني إيه، ألزمته الفراش وأصيب بمرض خطير، وصار على والدي وإخواته إنهم يشتغلوا أو يعني يسيبوا الدراسة علشان يتكفلوا بالأسرة. والدي وإخواته كان 4 صبيان، فجدتي بدأت تصرف من المدخرات المالية، وتأكل ولادها من المخزون بتاع البيت لحد ما خلص. وبعد كده بدأت تبيع عفش البيت، ما كانش بقى في زمان نظام تأمين صحي ولا اجتماعي معمول بيه. اشتدت وطأة المرض على جدي، فكان لازم أبويا يسيب الدراسة بتاعته ويتجه للعمل كي ينفق على بقية إخواته. فقام هو وأخوه الكبير فعلا بدأوا يشتغلوا في الميكانيكا. كانت الميكانيكا لسه تخصص جديد، والدي يعني اتجه إليه كحل يتكسبوا بيه العيش بتاعهم ويصرف بيه على بقية إخواته. اشتغل والدي في كبريات الشركات الخاصة بصيانة السيارات، ويعني بعد فترة افتتح محل خاص بيه، ورشة خاصة بيه، وصارت الأمور على نحو طيب، وصار يصرف على علاج والده ويصرف على إخواته، وتزوج وأنجب 6 من الأبناء، كنا السادس وقتها. ومع إنجابي والدي كان أخد الثانوية العامة للثقافة، وقتها كان شهادة الثقافة تناظر الثانوية العامة. والدي بقى فضل يكمل تعليمه بعد ما تزوج، وانقطع بعد كده عن الدراسة الجامعية بعد إصابتي أنا بشلل الأطفال، لأن ما قدرش بقى يوفق الهموم والمسؤوليات كترت عليه، فتوقف عن الدراسة عند مرحلة الثقافة اللي مرحلة الثانوية. وصار والدي بعد كده يتفرغ للعمل بتاعه. الأحداث ديت تركت في نفس والدي يعني أثر، إنه كان مصر على تعليم ولاده وتعويضهم عن اللي حصل له. يعني هو اتحرم من التعليم بسبب ظروف مرض والده، لكن عوض الكلام ده بأنه كان مصر على تعليم أولاده تعليم راقي، فألحق أولاده وأخواتي الثلاثة الكبار راحوا جامعة القاهرة وعين شمس. وحتى إن والدي علشان يصرف على تعليمهم كان والدي يعني اشترى أرض وعربيات وحاجات زي كده، يعني باع كل ده علشان يصرف على اخواته، بالاضافه على اخواتي، بالاضافه الى ان كمان المرض الطويل بتاعي جعله ان هو يعني يزود الاعباء الماليه عليه. فقامت امي احيانا كانت بتبيع بعض اساس البيت بتاعنا علشان تقدر يعني تدفع مصروفات لإخواتي الكبار. لكن ده ما منعش والدي إن هو يشتغل بصورة مضاعفة علشان يوفر طلباتنا. فترة السبعينات صارت أمورنا بصورة سيئة، انعكست على أحوالنا المعيشية.
ما كانش طبعا كل طلباتنا مجابة، كان والدي ووالدتي يا دوبك بيوفروا لنا فقط ما يبقينا على قيد الحياة، اللي هو الأكل الضروري، اللبس، يعني إيه يعني اللبس القديم نبدله مع بعضنا، بنشتري مثلا لبس مستعمل. يعني كانت كتير من الأسر بتلجأ إلى هذا الأسلوب. ما كناش بناكل غير وجبتين اتنين في اليوم، ما كناش نعرف ايه هي الجبنة الرومي ولا الجبنة الفلامنك، ما كناش نعرف من الفواكه الا البرتقال واليوسفي واحيانا الموز، هما دي الفواكه اللي البطيخ في الصيف بس، انما الفواكه الايه اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي ما كناش نسمع عنها، وربما كتير من الاسر ايضا ما كانتش تسمع عنها. كان طعامنا الرئيسي في البيت هو الفول والعدس والبصارة والعجة والكشري، لكن الأكل الأساسي بتاعنا اللحوم كانت هي مرة كل أسبوع اتنين أو أحيانا مرة كل شهر. ما كناش يعني بنشبع من الأكل، علشان كده كانت أوزاننا خفيفة وحركتنا سريعة. في النص الثاني من السبعينات كان بدأت الأحوال تتغير في البلد، وكنا خلصنا الحرب وعملنا سياسة الانفتاح، وبدأ والدي الأمور تمشي معاه بصورة أفضل، وبدأت أحوالنا المادية تتحسن إلى حد كبير. في الوقت ده كنت أنا بعاني، بدأت أشتكي من مشاكل صحية، العمود الفقري بتاعي كان بدأ ينحني ويزيد بشكل يعني إيه واضح، لكن كنت ما زلت قادر أقف على رجلي. ده كانت الظروف الصحية. اللبس بتاعنا زي ما قلنا احنا كنا بنشتري لبس، يعني ايه ما كانش جديد، كان لبس اما مستعمل او من اخواتي الكبار. انا اتذكر ان انا وانا في اولى ثانوي كان يوم فرح اختي التانية، ما كانش عندي حاجة ملابس البس، كان ما فيش فقط غير اللبس البدلة العسكرية وبجامة البيت، دي ما كانش في عندي قميص وبنطلون يعني ايه اقرب بيه، ما كانش في حاجة اسمها خروج، الخروج كان بالبيجامة او بايه باللبس العسكرية. فيوم خطوبة أختي أنا اتكسفت إن أنا أحضر بلبس العسكرية والجزمة بتاعت العسكرية، فطلعت في الصدر أبكي، دوروا عليا ما لقونيش. فجوز أختي الكبيرة يعني ربنا يرحمه يعني إيه طلع لقاني بالحال ده وقال لي بتعيط ليه، قلت له كذا كذا، أخدني وجاب لي قميصين وبنطلون من بتوعه وقعد على إيد الترزي لحد ما ظبطهم وخلاهم يجوا على المقاس بتاعي. ده كان نمط الحياة بتاعنا اللي احنا كنا عايشين فيه، علشان كده الأسباب دي كلها كانت دفعت والدي ووالدتي ان احنا نركز جدا على عملية التعليم على اساس انها تكون طوق نجاة ربما تخرجنا من هذا الايه من هذا من ضنك العيش اللي احنا ايه اللي احنا يعني كنا يعني ايه عايشين فيه. طبعا هو الاحداث دي كانت مؤلمة وقتها، لكنها كان شيء طيب، كان الدافع لنا ان احنا نجتهد ونحقق مزيد من الاجتهاد علشان نرتقي بمستوانا الاجتماعي ويكون بصورة افضل. وكان الطريق الوحيد لانك تعيش مرفه هو طريق التعليم، طريق العلم. ما كانش لسه قبلها زمان كان اللي بيلعب كرة وبيغنم دول صعاليك الناس، ما كانوش زي دلوقتي الكرة اخذت او الرياضه اخذت الشكل اللي واخداه حاليا، كان اللي هم اللي بيلجأوا من لعب الكوره الفشله، واللي بيلجأوا للغناء اللي هم المطاريد، انما المتفوقين
هما اللي كان لهم مكان محجوز في المجتمع. فمن هنا كان تركيز الأسرة على تعليمنا وتفوقنا، وده اللي فسر ليه الشحن اللي كانت أمي بتشحنه لي أنا. طبعا الكلام اللي كانت بتقوله لي كانت بتقوله لبقية إخواتي، لكن كانت مركزة معايا أنا بصفة أكتر نظرا للظروف الصحية والنفسية اللي أنا كنت بمر بيها. كده الصورة وضحت اجتماعيا وأسريا، وأصبح الآن الطريق بتاعي إن أنا أمشي في مشوار الطب ممهد، مفيش أي اختلاف. فهنبتدي إن شاء الله من الحلقة الجاية هنشوف أول أيامي في كلية الطب كان شكلها عامل إزاي. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.